أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه أبرز ما جاء في الصحف المحلية الدولية والعالمية. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. البداية من صحيفة المدى، المحطة الأولى من صحيفة المدى، حيث كتب علي حسين مقالا ينتقد فيه صمت نقابة المحامين أمام الهجوم الشرس من الخطيب سعد المدرس على المحاميات التي دافعن عن حقوق المرأة في العراق. المدرس لم يكتفي إطلاقا بالهجوم اللفظي، بل وصل هذا إلى التحريض حتى على العنف والقتل ضد من يعترض على تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل في العراق. الكاتب يتساءل، لماذا لم تتحرك النقابة حتى اللحظة؟ هل من المقبول أن تختار النقابة سياسة الصمت وتجنب المواجهة في قضايا مصيرية تمس حقوق الإنسان؟ ما معنى أن علينا الخطيب سعد المدرس لوزع اتهاماته على عدد من المحاميات تنبهن الوحيد أنهن دافعن عن حق المرأة في مجتمع يحترم كرامتها ووجودها؟ ربما شاهد الكثير من القراء الفيديو الذي وزع فيه المدرس شتائمه على المحاميات وجميع الفتيات والنساء اللواتي شاركن باحتجاجات تشرين، ولم يكتفي بذلك بل حرض على قتل كل من يعترض على تعديل قانون الأحوال الشخصية. فالجميع غير شرفاء في عرف الشيخ المدرس، والجميع يجب أن يعاقبوا، حتى وصل الأمر به أن يحرض ضد ممثلين شباب ذنبهم الوحيد أنهم يقدمون مشاهد كوميدية. تخيل لو أن رجل الدين هذا في بلد يحترم فيه القانون والإنسان، هل يستطيع أن يصف النساء بأوصاف بذيئة؟ وبعيداً عن المدرس وعقدة المرأة ومطاردة برنامج ولاية بطيخ، دعوني أسأل، لماذا صمتت نقابة المحامين؟ ولماذا لم تصدر النقابة حتى هذه اللحظة بياناً يدين فيه اتهامات الخطيب سعد المدرس؟ والسؤال الأهم، ما موقف النقابة من تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ تخيل جنابك أمام تهديدات المدرس وقبلها فتوى التكفير التي أصدرها رشيد الحسيني. تخرج علينا نقابة المحامين تطالب بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية، ولترفع النقابة شعار الباب التي تجيك منه ريح سد واستريح. المقالة الثانية تأتينا من تحليل قانوني كتبه زهير ضياء الدين، حيث يناقش بطلان القرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي بشأن زيادة رواتب النواب لمستوى رواتب الوزراء. الكاتب يوضح هنا أن هذا القرار يخالف تماما الدستور ويعتمد على قرارات سابقة مجحفة للمحكمة الاتحادية العليا، التي أكدت من جانبها أن المجلس ليس له الحق في إصدار قرارات تشريعية تخص الرواتب والمخصصات بهذه الطريقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات في العراق. مثل هذا القرار يشعل غضب الشارع العراقي الغاضب أصلا، خصوصا في ظل تجاهل مطالب الموظفين والمتقاعدين. إن انتهاك مجلس النواب بإصداره القرار التشريعي المتضمن زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب بجعلها مساوية لراتب ومخصصات الوزير خلافا لما نص عليه الدستور، وحسب ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في أكثر من قرار بأنه ليس من اختصاص مجلس النواب إصدار قرارات نيابية، وإن اختصاصها ينحصر بتشريع القوانين وحسب ما رسمه الدستور، مما يتوجب على مجلس النواب الرجوع عن قراره أو أن يتم إلغاؤه من خلال المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس دورها في الرقابة على دستورية القوانين. ومن المفيد أن نشير هنا إلى الغليان الذي يشهده الشارع العراقي في جميع المحافظات لتحسين الوضع الاقتصادي لجميع شرائح المجتمع، الذي يعاني من تصاعد التضخم وهبوط القوى الشرائية للعملة العراقية من خلال ارتفاع الأسعار بجميع متطلبات الحياة.
ونذكر بشكل خاص بشريحة المتقاعدين التي يتم تجاهل قانونها البائس المتضمن تخويل مجلس الوزراء بتعديل رواتبهم بنسبة التضخم الحاصل، وكذلك شريحة الموظفين ممن يطالبون بإعادة النظر بسلم الرواتب بما يحقق العدالة. هذا مع الزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين عن العمل ممن يطالبون بفرص عمل تحقق لهم الحياة الكريمة. كل هذه المعاناة تم تجاهلها من قبل مجلس النواب بذهابه إلى زيادة رواتبهم ومخصصاتهم كأنهم يمثلون أشخاصاً آخرين وليس أبناء الشعب العراقي. المقال الثالث يتعلق بموضوع مهم، وهو تأخير الرواتب الذي يثير قلقا واسعا في الأوساط الاقتصادية تحديدا من صحيفة العالم الجديد. رغم أن الحكومة تطمئن بأن الرواتب مؤمنة، إلا أن هناك تحذيرات من أزمة قادمة خلال الشهرين المقبلين ستعصف في المجتمع إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض. الخبير الاقتصادي نبيل مرسومي حذر من أن هذا التأخير قد يتحول إلى أزمة حقيقية، مما يعيدنا إلى سيناريو عام 2020 حيث كانت الرواتب تصرف كل 40 يوما، والملخص الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق يعيش حالة من عدم الاستقرار والقرارات غير المدروسة، سواء في موضوع الرواتب وتجاهل حقوق الأفراد تزيد هي الأخرى من الاحتقان الاجتماعي. إن مشكلة الرواتب قد تظهر بعد شهرين، إذ سنعاني أزمة في السيولة بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض حجم الصادرات النفطية، وهذا قد يؤدي إلى أزمة في توفر الدينار العراقي، إذ قد لا تمتلك الحكومة الدينار اللازم لتغطية الإنفاق العام بما فيه الرواتب. وفيما يتعلق بتأخير الرواتب، يؤكد أن ذلك يعود إلى تسليم الرواتب نهاية كل شهر، لكن ما حصل من تأخر حتى بداية الشهر الجديد أمر مختلف، لافتا إلى أن التأخير قد يحصل بشكل كبير في المستقبل إذا ما بقيت ظروف السوق النفطية على حالها، وربما نعود إلى عام 2020 عندما كانت تصرف الرواتب كل 40 يوما. وكانت اللجنة أكدت في وقت سابق أن العراق يمر بتحدي كبير وخطير يتعلق بالسيولة المالية، وأشارت إلى أن تأخير تسلم الموظفين رواتبهم بفارق 10 أيام عن الموعد المحدد يعني عدم وجود النقد الكافي لدى وزارة المالية لتمويل وزارات ومؤسسات الدولة. وإلى مقال من إندبندنت بعنوان: هل احتمال أن تدخل بريطانيا في حرب مع روسيا فعلي؟ يتناول المقال احتمالية دخول بريطانيا في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا نتيجة دعمها لأوكرانيا، ورغم أن الأمر يبدو بعيدا للبعض، إلا أن الكاتب شون أوغرايدي يرى أن هذا السيناريو وارد ومحتمل إذا ما سمحت بريطانيا والولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى تستهدف مواقع داخل روسيا بالتحديد. تصاعد هذا الدعم وقد يتصاعد كذلك، وتصاعده قد يؤدي إلى إرباك فعلي روسي قوي مثل شن هجمات إلكترونية، تخريب كابلات أو خطوط أنابيب، أو حتى هجوم مباشر على حلفاء الناتو. فلاديمير بوتين من جانبه سبق وأن حذر كثيرا الغرب من مغبة التورط المباشر في الصراع مع روسيا، لكن تردد الدول الغربية وفقا للكاتب أعطى بوتين فرصة سانحة لتعزيز موقعه. ومع ذلك فإن الكاتب يرى أن بوتين لن يخاطر بمواجهة مباشرة مع الناتو تحديدا، إذ يدرك جيدا أنها قد تؤدي إلى سقوط حكمه. قد يصعد بوتين انتقامه من خلال استهداف حلفاء الناتو، ربما عبر شن هجمات إلكترونية أو تنفيذ اغتيالات أو تخريب كابلات حيوية وخطوط أنابيب تحت البحر، أو حتى تعطيل حركة الطيران المدني بطائرات مسيرة.
وقد يبادر إلى خطوات أكثر عدوانية ويشن ضربة محدودة على إحدى قواعد حلف شمال الأطلسي في أستونيا أو نشر سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا لتأكيد التهديد الذي تشكله ترانسنته النووية في مجال الردع العسكري. وقد يلجأ أيضاً إلى قصف معالم تاريخية بارزة ومواقع ثقافية في العاصمة الأوكرانية كييف، ظلت حتى الآن في منأى عن نتائج الصراع. الواقع أن التردد الغربي منح فلاديمير بوتين عملياً فرصة لاستغلال الموقف. ولو كانت أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي وكان هذا التحالف الغربي مستعداً للدفاع عنها، لكان من الممكن تجنب هذا الموقف. وإذا وقف الغرب الآن متحداً وواجه تهديدات الرئيس الروسي بحزم، فمن غير المرجح أن يقدم عليها، لا بل سيتصرف بناءً على الأخطار المترتبة عنها، فقد باءت محاولاته السابقة بالفشل. أما تهديداته الراهنة فهي من الغموض بما يكفي للإشارة إلى أنه من غير المرجح أن يخاطر بمواجهة مع حلف الناتو لا يمكنه أن يفوز بها، وقد تعرض حكمه لخطر السقوط. قال الكاتب والصحفي البريطاني الحائز على جائزة مارثا غلي هورن الخاصة للصحافة جون فانكوك إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة فضحت الفاشية الإسرائيلية والغربية، وكيف أن الغرب مستعد تماما لتجاهل التجاوزات إذا ما صدرت عن إسرائيل. وفي مقاله المنشور في ميدل إيست آي أشار كوك إلى أن الدول الغربية أكثر استعداداً لخرق القانون الدولي وتجاهل المؤسسات الداعمة له من فرضه على إسرائيل، وفي المقابل تدين كل هذه الدول الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإبادة الجماعية الحاصلة باعتبارها معاداة للسامية بدلاً من إدانة الإبادة الجماعية نفسها. وأكد أن 27 أكتوبر كان لحظة فارقة في عمر الشعوب، فقد كشف عن وحشية وهمجية يصعب تقبلها إطلاقا ولن نقبل بها حتى نواجه حقيقة صعبة، وهي أن مصدر هذا الفساد أقرب بكثير إلينا مما كنا نتصوره. هجوم السابعين من 20 أكتوبر هز ثقتهم في إمكانية احتواء العالم غير الغربي إلى الأبد ومواصلة إجباره على تنفيذ أوامر الغرب والبقاء مستبعداً إلى أجل غير مسمى. ومثل ما حدث مع الإسرائيليين، سرعان ما كشف هجوم حماس النزعة الفاشية بين صفوف النخبة السياسية والإعلامية والدينية في الغرب التي أمضت حياتها كلها في التظاهر بأنها حارسة لرسالة الحضارة الغربية، رسالة مستنيرة وإنسانية وليبرالية، ونجحت مساعيهم لأن العالم كان منظماً على نحو يسمح لهم بالتظاهر بسهولة أمام أنفسهم والآخرين بأنهم يقفون ضد همجية الآخر. لقد كانت النزعة الاستعمارية الغربية بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، حيث تحولت إلى الشركات الدولية الغربية المستغلة والمدمرة للبيئة وشبكة من نحو 800 قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج من أجل التحرك في حال تعرضت أذرع هذه الإمبريالية الاقتصادية الجديدة لأي تحديات. مزقت حماس قناع الخداع هذا سواء عن قصد أو عن غير قصد في 27 أكتوبر، وتبدد الخلاف الإيديولوجي المزعوم بين زعماء الغرب من اليمين واليسار بين عشية وضحاها، ليتبين أنهم ينتمون جميعا إلى نفس حزب الحرب وأصبحوا جميعا أتباع حزب الإبادة الجماعية. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور.
نقرأ من الدنمارك: هددت الدنمارك موجة غير مسبوقة من التحرك الشبابي داخل صفوف الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم، حيث وجه 46 من قادة المنظمات الشبابية للحزب رسالة قوية إلى الحكومة بقيادة ميتا فريدريكسن بشأن الموقف من الاحتلال الإسرائيلي، وطلبوا فيها بتغيير المواقف تجاه فلسطين والاعتراف بدولتها ومواجهة ما وصفوها بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الحاصل في غزة. وللإشارة هنا، فإن رئيسة وزرائهم ميتا فريدريكسن أتت بنفسها من صفوف القواعد الشبابية للحزب من فرع مدينة ألبورغ في الشمال. وبالنسبة لهؤلاء الشباب، فإن الالتزام الإخلاقي من خلال التحدث والتصرف مع القاسم المشترك بيننا، مطالبين حزبهم بالعودة إلى قيمه وفي مسألة التضامن العالمي بالتحديد دون ما اعتبار للون والدين والجنسية. إلى ذلك أيضا أضافوا أنهم غير قادرين على الصمت أكثر أمام قصف المدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين والأبرياء، حيث الناس بدون دواء وكهرباء وماء وطعام. وأشاروا إلى أنهم يشعرون بحزن وأسى كبيرين شديدين من مقاطع الفيديو المروعة التي انتشرت مؤخرا شهرا بعد شهر، مشددين على أن الأطفال محاصرون في غزة بدون حرية، وربما لن يحصلوا أبدا على فرصة عادلة لاستخدام قدراتهم وتحقيق أحلامهم فقط لأنهم فلسطينيون. نتابع وإياكم فيديو اليوم. إلى اللقاء.